السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم. ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون الأربعاء أنها تتبع مسار الهبوط غير المنضبط للصاروخ الخارج عن السيطرة لونغ مارش بي 5 الذي يحمل وحدة محطة الفضاء الصينية إلى المدار الأسبوع الماضي، في وقت قللت الصين من المخاوف بشأن سقوط حطام من صاروخها على الأرض. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي للصحفيين إنه من المتوقع أن يعود حطام الصاروخ إلى الأرض في مكان ما بعد غد السبت، وإن القيادة الفضائية الأمريكية قالت إن جسم الصاروخ بأكمله تقريبا لا يزال سليما. وبحسب موقع أكسيوس الأمريكي، هذه ليست المرة الأولى التي ينزل فيها صاروخ أو مركبة فضائية أطلقتها وكالة الفضاء الصينية إلى الأرض بشكل غير متحكم فيه. ومن جهتها قللت وسائل إعلام حكومية صينية من المخاوف بشأن سقوط حطام الصاروخ الذي أطلق في إطار جهود البلاد لبناء محطة فضائية خاصة بها. ونقلت صحيفة جلوبال تايمز الناطقة باسم الدولة باللغة الإنجليزية عن خبير أنه من المرجح جدا أن يسقط الحطام في المياه الدولية ولا داعي للقلق. وكتبت جلوبال تايمز أنه من الشائع في مجال الفضاء أن يتساقط حطامه على الأرض. وكذلك البنتاغون الأمريكية رشحت 5 دول سيسقط فيها الصاروخ الصيني لونغ مارش بي 5، منها دولة عربية، والدولة المرشحة وهي الصين بكين، وأمريكا نيويورك، إسبانيا مدريد، والدولة العربية وهي الجزائر وجنوب إفريقيا. وترشيحهم للجزائر نظرا لدورانها بها 7 مرات والثامنة بعد قليل، وسيعيد الدورات لمرة أخرى. وتم تحديد يوم السبت وهو اليوم المرشح لسقوط الصاروخ، ولا زال الصاروخ الصيني لونغ مارش بي 5 يدور بكل قوة وسرعة حتى يوشك الوقود على الانتهاء. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى وطالبين المولى بحماية البشرية من هذا الصنع والعمل الصيني. اللهم الطف بنا وبجميع الدول يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسأوافيكم بأخبار جديدة إن شاء الله.